ذوي المتهم أي المحامي في عملية الاختطاف نشروا بدورهم لقطات مصورة من كاميرا مراقبة في أحد المحلات التجارية تبين حالة الاعتداء من قبل المحامي على محلهم التجارية سابقاً وتهديدها لهم، ما يعني أن الطرفين لجأ إلى استخدام العنف بعيداً عن القانون الذي يمثلونه بصفتهم محامين. دعونا نشاهد. هذه هي المحامية، هذه كاميرات مراقبة في أحد المتاجر التابع لذوي المحامي الذي اعتدى على المحامية مها اللامي. انظروا طريقة تعاملها وتخريبها للمحل التجاري. قد تكون حالة غضب، لكن ستشاهدون الآن في هذا المقطع أيضا أنها تعمدت تكرار ذلك أو عملته سابقا في نفس المحل التجاري عملية تهديد.